شركة من مدة طويلة وهي يعني تشارك في هذا المعرض الحيوي لوجايتكس. لدينا مشاركة مهمة من قبل وحدة الأنظمة والاتصالات والتقنية والاتصالات ICT، وأيضا من وحدة الهندسة والتطوير. مشاركة الشركة لعدة أهداف حقيقة. الهدف الأول عرض منتجاتنا وحلولنا والخدمات اللي نقدمها، وأيضا نشارك بمجموعة كبيرة من المهندسين يقومون بزيارة المعرض والاطلاع على كل ما فيه جديد. استراتيجيات الشركة في ICT واضحة، حيث أننا قررنا التركيز على 5 مجالات. في مجال الابليكيشنز أو المنصات الذكية وتطويرها، ويعني قمنا في المعرض لأول مرة بوضع عرض لطاقات أونلاين اللي هو مشروع البوابة الوطنية للعمل. بالنسبة لجايتكس كل سنة يأتي بجديد، فالسنة هذه مثلا جايتكس تكلم على أشياء جديدة في مجال المدن الذكية، في مجال يسمونها الأجمنتد رياليتي اللي هو استخدام الجوالات تقريبا، وعلى مجال الأجهزة الذكية المحمولة مثل الساعة وأجهزة أخرى التي بنشوف لها تطور كبير إن شاء الله في المجال القادم. لهذا السبب يكون مشاركتنا نكون ندخل بأنظمة وبحلول وبمنتجات تمشي تتماشى مع الجديد اللي موجود في جايتكس. يعتبر نظام التعرف على الأوجه أحد أهم عناصر نظام الأمن الوطني لحماية الأماكن الحيوية والحساسة في المملكة العربية السعودية أو حتى في الأماكن الأخرى، لأنه يتعرف على قادر على التعرف على قائمة المطلوبين الأمنيين، قائمة الممنوعين من الدخول لمناطق معينة، إذا في أي إشكاليات أو أي أحداث معينة صارت في هذه المنطقة، يقوم النظام بتعرف على الأشخاص اللي موجودين أو يقرب الشبه لناحية متهمين معينين. النظام قادر على التعرف على 500,000 وجه في الثانية، وبالتالي في مكان فيه حشود كبيرة مثل الحج، مثل المولات، مثل الفنادق، مثل المطارات، يكون السيستم له فائدة كبيرة أفضل من الاعتماد على الكاميرات المراقبة العادية. لأن كاميرات المراقبة العادية أنت عندك في بعض الأماكن 50 إلى 100 كاميرا على الأقل، وبالتالي ما حد راح يقدر يراقب الشيء هذا بعين مجردة. نظام مدار لإدارة الأساطيل، نظام مطور بأيدي مهندسين سعوديين في قسم الهندسة والتطوير. السنة هذه نستعرض من نظام مدار لإدارة التكاسي لشركات التكاسي، بحيث أنهم يستقبلون المكالمات أو عن طريق الأبليكيشن يحددون فيها العميل موقعه بالضبط وأقرب تاكسي قريب منه، ويرسل النظام إلى التاكسي عن طريق الجهاز اللي موجود في التاكسي، فيروح ياخذ العميل ويكمل المشوار، ويكون شركة الأجرة لديها كامل الرحلات اليومية، فإدارة كاملة لشركة التكاسي. مشروع طاقات، مشروع مملوك الصندوق تنمية الموارد البشرية. الشركة الذكية المتقدمة قامت ببناء المشروع من البدايات وحتى إطلاقه للجمهور المستفيدين في السعودية. البرنامج ضخم جدا ويعتبر من أكبر البرامج الموجودة في المنطقة، حيث صمم ليخدم أكثر من 9 مليون مستخدم ويربط أكثر من 20 جهة حكومية.
في نفس النظام. في الركن الصحي لهذه السنة طبعا شركة الإلكترونيات المتقدمة تستعرض بعض من المنتجات والخدمات المضافة التي تقدمها لعملائنا من مقدمي الرعاية الصحية من مستشفيات ومراكز صحية، وكذلك المستفيدين من الرعاية الصحية من المرضى. أحد هذه الخدمات هي توفير أو استقطاب التقنيات المتقدمة والأنظمة المساعدة على إدارة المستشفيات والمعلومات الصحية وتطبيق الملف الصحي في بعض المستشفيات داخل المملكة، منها ما هو تابع لوزارة الصحة ومنها ما هو تابع للقطاع الخاص.